مشاهدينا حول العالم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد ومعا نحو عالم أفضل. عالم أفضل يقبل نعمة الله، يختبرها ويتمتع بها، لأن الله يتعامل معنا ومع جميع بني البشر من منطلق النعمة، فهو إله كل نعمة، المسيح الممتلئ نعمة، الروح القدس روح النعمة. إذن ما هي المعاني الكتابية للإقامة في النعمة؟ وما هي بعض سمات الشعب القائم في النعمة؟ وأيضا ما هي أساسات الإقامة في النعمة؟ وكيف يتمم الله عمله في أبنائه بالنعمة؟ هذا أحبائي ما سوف نلقي الضوء عليه مع الضيوف الغاليين على قلوبنا، الدكتورة سامية حنا. أهلا وسهلا بيكي. أهلا بيكي أخت ميرفت، وأنا مبسوطة أوي أكون معاكي في الحلقة النهاردة، وبرحب بالمشاهدين. أشكركم على متابعتكم، وأنا متوقعة أن الرب يدينا وقت حلو ونشعر بحضوره ونتعلم أكتر وأكتر عن نعمته. أمين في اسم يسوع. أيضا معنا رجل الصلاة والتشفع القس أليكس حنا. أهلا وسهلا بيك حضرة القسيس. أهلا بيك مدام ميرفت، بشكرك على استضافتك واستضافة القناة العظيمة الكرمة اللي بتستضيف العالم كله، واختبارات مجيدة وحلقة في اسم الرب يسوع أكثر مما نطلب أو نفتكر. أمين أمين. الرب يدينا سؤال قلبنا فعلا، جايين جوانا الأشياء الأشواق دي. ناس كتير تسمع عن النعمة أو مسمى النعمة عندها يمكن ليه مفاهيم مختلفة. زمان كنا نقول عن النعمة العيش أو الأكل أو بعض الأمور، لكن هناك أعماق جديدة ومعرفة جديدة، وقلنا معاني كتابية جديدة النهاردة حضرة القسيس والدكتورة سامية هنعرفها من خلالكم عن النعمة. أيضا أحبائي سعداء جدا أن احنا نتواصل معاكم من خلال الشاشة، ولكن أيضا عبر التليفونات حتى نسمع كل ما لديكم من أسئلة في هذا الشأن، ولكن أيضا طلبات صلاة واختبارات لاستجابات الصلاة. ولكن قبل أن ندخل لجوهر موضوعنا، تعالوا معا نستمتع بكلمات هذه الترنيمة. تنطلق
كلمة تسبيحة ويفيد قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة أصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك يلمس روحي يشتق روحي ويكشف كل خبايا بنورك أصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك يلمس روحي يشتق روحي ويكشف كل خبايا بدخل عرش النعمة وصدق إني وعودك أولي ذاتي واثق إنها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي بدخل عرش النعمة وصدق إني وعودك أولي ذاتي واثق إنها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي أصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك يلمس روحي يشفق روحي ويكشف كل خبايا بنورك أصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق النعمة. يا لها من كلمة صغيرة جدا ولكنها عظيمة وعميقة جدا في معناها. حضرة القسيس فعلا محتاجين زي ما كلمات الترنيمة يعني عبرت عن بعض مشاعر من الأمور اللي محتاجها كل إنسان. أنا وحضرتك والأخت سامية قبل أي حد النهاردة بندعوه أن يجي معانا عشان يدخل لعرش النعمة. يسكب قلبه يحط كل أتعابه وكل أمور تعباه كل مشاكل كل أنين كل ألم كل مرض كل أمور شغلة ذهنه ولاده وبيته وحياته عيلته شغله كل مليه. تعالى النهاردة نيجي كده فعلا بعشم قدام الله وندخل لعرش النعمة ونقول له فعلا محتاجينك. قدنا في صلاة في الاتجاه ده. أمين. يا رب نباركك ونعظم اسمك لأننا على رجاء النعمة في شخصك يا رب ندخل نجد السماوات مفتوحة ندخل بثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة ونجد عونا في حينه. نشكرك يا رب لأن تضع يدك على هذه الحلقة على مدام ميرفت على أخت سامية على عبدك على كل أحبائنا اللي بيشتغلوا معانا في الكنترول روم وخطوط الصلاة وعلى المشاهدين. ونثق يا رب أن نعمة عامة تأتي على قناة الكرمة وعلى مشاهدي الكرمة وعلى كل من يسمعنا الآن. نشكرك يا سيد الرب لأنها ليست إلى لحظات وليست إلى أيام لكننا نعمة فيها مقيمون. شكرا. تلمس تطهر من كل خطية. نعم. تشفي من كل مرض. نعم. تحرر من كل عبودية. نعم. تطلقنا في حرية مجد أولاد الله لأنه هكذا يقدم لنا بسعة الدخول إلى ملكوتك ونحن على رجاء نعمتك وعمل دمك وعمل صليبك. نتقدم بكل ثقة ويقين أنك تسمع لكل طلبة وتستجيب. أمين. تحضر يدك مليانة من كل بركة ومن كل نعمة. توزع هبات يا من صعدت إلى العلا. سبيت سبية أعطي عطايا جديدة ووزع بركات جديدة وهبات
على كل من يشاهدونا. امين 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 امين. فعلا يكون يعني ليك يعني سؤل قلبك حضره القسيس، الرب يغمرنا احنا فعلا اولا بنعمه غير عاديه، وايضا يروح لكل المسكونه من خلال شاشات الكرمة ويلمس قلوب ناس كتير هي محتاجه جدا لهذه النعمه، النعمه المغيره، النعمه اللي بتصنع انيه جديده، اللي بتقيم من الموت للحياه. امين. اختي الغاليه الساميه، فعلا مبسوطين تكوني معانا النهارده. موضوعنا زي ما قلنا في البدايه كلمه نعمه يمكن مفهومها عند البعض ببساطه شديده، النعمه هي الخبز، هي بعض الامور، ولكن النهارده الرب عايز يعلن لينا عن نعمه مختلفه عن النعمه المتعارف عليها وفي اذهان الناس. اتفضلي. عشان اشرح او نبتدي نتكلم في الموضوع ده، كنت عايزه اشارك بالايه الكتابيه اللي احنا هنبتدي بيها او عن الموضوع. هقرا من روميا الاصحاح الخامس ومن عدد واحد، هقرا عددين الاول والثاني. فاذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به ايضا قد صار لنا الدخول بالايمان الى هذه النعمه التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. واللي عايزه اركز عليها واللي عايزين نركز يمكن عليها اكتر النهارده، هذه النعمه التي نحن فيها مقيمون. فهنتكلم في الموضوع ده اكتر. رائع، اشكرك جدا جدا. عشان كده يا حضره القسيس يمكن التعبير ده غريب عن بعض الناس. أيوه. النعمة التي نحن فيها مقيمون. الكتاب المقدس مليان بعهديه القديم والجديد بكلمة نعمة. أيوه. محتاجين النهاردة نعرف يا ترى إيه هي بعض المعاني الكتابية للإقامة في النعمة. حضرتك في العهد القديم كان في معاني كتيرة للنعمة، الله عاوز يتعامل مع الشعب. فمثلا في تثنية 28 بيورينا سمات الشعب المقيم في النعمة. الرب قال للشعب أنا عاوز أباركك في المدينة، وعاوز أباركك في عمل يديك، أباركك في الحقل، أباركك في دخولك، أباركك في خروجك، في كل ما تمتد إليه يدك، في السلة، في المعجن. الرب عاوز كان يبارك الشعب أيضا في يعني أمام الأعداء. قال له العدو يكون أمامك مهزوم، سواء العدو ده مرض، سواء الأعداء دول شعوب. فالرب قال لأن كل الشعوب رغم أنهم كانوا أقل جميع الشعوب وأصغر جميع الشعوب، فبيقول أنه جميع الشعوب سترى اسم الرب عليك فيخافون منك. يعني نعمة الله كانت شاملة الحماية، كانت تشمل الخلاص، كانت تشمل الرعاية، كانت تشمل القوت اليومي، كانت تشمل التحركات. وأكثر من كده الرب بيقول له أنا هفتح الأبواب قدامك ليعطي الرب مطر أرضه ويبارك عمل اليدين، وأجعلك رأسا لا ذنب. يعني محدش هيدوس عليك، محدش هيقدر يحطك تحت قدميه. فالله كان بيتعامل مع شعبه بالنعمة، بس بيقول له تحفظ وصاياي. وحفظ الوصية ده في العهد القديم وفي العهد الجديد، لأن الرب يسوع قال من يحبني يحفظ وصاياي، الذي يحبني يحب أبي، إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. حضرتك منزلا يعني إقامة مستديمة، الأب والأم والأبناء بيعيشوا في البيت في إقامة مستمرة وإقامة علاقة عائلية. فالله كان يعني بينادي على شعبه كعائلة. وإحنا في عهد النعمة بيقول الكتاب ان احنا رعية مع الله واهل بيت الله، ورعية مع الله واهل بيت الله والقديسين. فكلمة اهل بيت ان الله مش عاوز يتسلط علينا بالخوف ولا بالرعب، لكن اهل البيت بتربطهم علاقة محبة. ويسوع يدعى الابن البكر بين اخوة كثيرين. فحفظ الوصية ده لما بنكون في بيت مرتبطين بمحبة، بنحترم بعض، بنقدر بعض، مسيرة كلها بتكمل بنعمة الله. في عهد الجديد الله ورانا النعمة في المسيح، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح قد صار. وهنتكلم بعد كده عن الفرق بين الناموس والنعمة، لكن
بيقول كده: من ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة. أشواق الله من نحونا عاوز يملأ النفوس النهاردة، وعاوز يديك نعمة فوق ما تتصور. نعمة يعني حاجة أنت ما تعبتش فيها، لكن يسوع هو اللي تعب، ويسوع هو اللي أكمل، ويسوع قال على الصليب قد أكمل، وقال يعني طول الليل وطول النهار مدد يدي إلى شعب كان معاند ومقاوم في العهد القديم، لكن في عهد النعمة بيقول: أنا أكتب نواميسي في قلوبهم وأكتب شريعتي في قلوبهم. فكل اللي هيجي للرب النهاردة يختبر حضوره، يختبر عقل جديد، قلب جديد، حياة جديدة، فكر جديد في اسم يسوع. حضرة القسيس، حاجة مش عادية. النهاردة اكتشفنا انه النعمة حماية، رعاية، خلاص. بالزبط. النعمة تجعل عدوك امامك مهزوم. بالزبط. وهرجع اسأل حضرتك، يعني ايه النعمة خلاص؟ يعني ايه النعمة رعاية؟ يعني ايه المس حماية وانا تحت ستر النعمة وانا عايش في النعمة؟ أيوة. وخليني اروح للدكتورة سامية. في سمات للناس بقى المقيمون دول في النعمة، ايه بعض السمات اللي حضرتك بتشوفيها؟ القسيس كان بيشارك بيه كان من تثنية 28، فأحب أقول لك إن أقرأ لك الجزء ده، لأن الجزء ده بيتكلم عن سمات الشعب اللي عايش في النعمة. قولي لنا بعض الاختبارات اللي عندك. هحكي الاختبارات، هحكي لك اختبار حلو. عارفة هي النهاردة مليانة اختبارات، فهنسمعها بإصغاء، يعني فعلا جايين مستنيين إنه يعني بجد الرب يباركنا من خلال طبعا الاختبارات اللي بتشوفوها اليومية، عايزة أقول مجيدة. اللي بتشوفوها من خلال استجابات الصلاة نتشجع بيها، وناس تتشجع وتعرف إن هناك إله يسمع ويستجيب. أمين. اتفضلي حبيبتي. وإن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياها التي أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض، وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إلهك. تكون مباركا في المدينة، ومباركا تكون في الحقل، مباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وثمرة بهائمك، نتائج بقرك وإناث غنمك. مباركة تكون سلتك ومعجنك، مباركا تكون في دخولك وفي خروجك، مباركا تكون في خروجك. يجعل الرب أعدائك القائمين عليك منهزمين أمامك، في طريق واحد يخرجون عليك، وفي سبع طرق يهربون أمامك. يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك، ويقيم الرب لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك إذ حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه. أمين. 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 كنت عايزة أشارك، يعني في مؤمنين كتير مش يعني دخلوا في عهد مع الله وقابلوا المسيح، لكن مش مدركين النعمة ومش قادرين يقيموا في النعمة. فدي كل الأمثلة قدناها. هحكي لك اختبار كان حصل مع والدي زمان. كان عنده قطعة أرض، والأرض دي كان بيزرعوا قطن، فجالوا الناظر بتاع الارض وقال له: يا استاذ احنا محتاجين نرش، في دود كتير قوي في القطن، واحنا محتاجين نرش، كان نازل جديد وقتها الدي دي تي اللي هو مبيد حشري، فكان قال له في نازل جديد الدي دي تي ده فهيموت الدود وكده. فبابا قال له: طب استنى لما اصلي واشوف. فبعد ما صلى حس ان ربنا بيقول له: لا ما ترشش الدي دي تي دي. وقام اخد ميه صلى عليها وابتدى يمشي في الارض، وكل ما هو ماشي قعد يرش الارض كلها بميه، بس صلى عليها وطلبت بركه ربنا، وطلب كابن لله وبسلطان ابن الله، طلب ان الرب هو اللي يموت الدود ده،
والأرض تتبارك. ففعلا رش الأرض كلها. تاني يوم جم الفلاحين يقولوا له إيه ده الدود مات. وبعدين السنة اللي وراها لما ابتدى وقت الزرع هو ابتدى يتعلم انه دي حاجة لازم اعملها، فصلى وعلى مية وابتدي يرش الارض. فهو ماشي بيرش يلاقي واحد من الفلاحين واقف يقول له ايه رش هنا اكتر، رش هنا شوية اكتر. ويلاقي واحد تاني يقول له لا رش الحتة دي. فبيقول له ليه؟ قال له عشان الحتة اللي انت رشيت فيها المية المصلية اللي انت دي اسمرت جدا، فعايزين الارض كلها تثمر والحته دي ضعيفه، فرش فيها وهي تثمر. وفعلا فدي بركه الله اللي حق لاولاده. رائع، رائع جدا. قلتي حاجتين رائعتين، قلتي انه ناس اخذت النعمه واتبركت واتمتعت بيها ونالت الخلاص، لكن للاسف النهارده مش مقدره العطيه دي. وقلتي حاجه تانيه ويمكن اصعب، ناس مش قادرة، مش بس مش مقدرة لكن مش قادرة تحافظ على النعمة أو على موقفها في النعمة، مش قادرة تقيم في النعمة. عايز أسمع منك توضيح للعبارتين دول بعد ما أرجع وأسأل حضرة القسيس. قلت لنا النعمة حماية رعاية خلاص، إزاي النهاردة بنشوف حماية رعاية خلاص؟ إزاي بنشوف أنه بالنعمة العدو أمامنا مهزوم زي كأنه مباراة محسومة؟ احنا عارفين انه العدو مهزوم ومكانه تحت الاقدام. امتى يكون عندي السلطان ده؟ امتى اعيش السلطان ده واعرف وضع عدوي؟ اتفضل. هي النعمة طبعا افتقاد الهي 100%. النهاردة جاني اختبار من ايران بيوضح معنى النعمة، وبشكر قناة الكارما انها واصله لغايه ايران، يعني بركه كبيره. اخت من الصابئيين، يعني ما عنديش خبره كفايه بالصابئيين، لكن قالت لي ان احنا بنعبد يوحنا المعمدان مش بنعبد المسيح. نعم، دي دول الصابئيين. نعم، فالاخت دي ما تعرفش حاجه عن المسيح. كل معرفتها انهم بيعبدوا يوحنا المعمدان لأنه عمد المسيح، وما تعرفش أن المسيح غير اسم. فبتقول في 2011 تقريبا كانت بتموت وشافت ملاك أبيض بيمد إيده عليها من رجلها لصدرها لرأسها وأقامها من الموت، بس ما عرفتش أنه هو ده المسيح اللي كان عاوز يفتقدها. ووصلت لدرجة يأس في الحياة شديد جدا، لدرجة إنها بعد الحرب الإيرانية اللي حصلت والتهجير والضغوط النفسية اللي كانوا فيها كانت عاوزة تنتحر وتموت نفسها. وهي بتنتحر وبتموت نفسها ظهر لها فعلا المسيح وافتقدها وخلصها، وهي لسه ما تعرفوش، وبعد كده أدركت. فعلشان كده النعمة اللي نحن فيها مقيمون اللي بتقيم من الأموات أقامتها، ودلوقتي بقت كارثة بتطلب الرب من إيران لأجل أولادها ولأجل عائلتها ولأجل أحبائها. فلما الكتاب بيعلمنا أن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه غير حاسب لنا خطايانا، وأنه لستم أنتم الذين اخترتموني لكن أنا الذي اخترتكم وأقمتكم عشان تأتوا بثمر ويدوم ثمركم فيا. النعمة ليه حصينة؟ لأن إحنا مش بس سكان بيوت من طين، لكن إحنا سكان السماء. بيقول سيرتنا هي في السماويات. بمعرفتنا بيسوع بننتقل من المعرفة الأرضية إلى المعرفة السماوية. تاني حاجة اللي بتحرسني مش قوتي الشخصية ولا قوتي الذاتية، لكن بقوة الله محروسين. الخلاص ده ربنا بيلمعه وربنا بيكبره وربنا بينظفه، وهيفضل يكمل معانا لغاية ما استعلن في الزمان الأخير. وبعدين يعني في يوحنا 10 بيورينا الكتاب أنه المسيح بيسهر علينا كراعي على خرافه، يخرجها يدعوها بأسمائها الخاصة، يخرجها بأسمائها الخاصة، بيربضها، هو اللي بيشربها،
هو اللي بيأكلها، هو اللي عارف ميعاد الدخول وميعاد الخروج، ولما بيشوف الذئب مقبل مش أنا اللي بدافع عن نفسي، هو اللي بيحب خاصته، أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى، جاد بنفسه لأجلهم، وهو لا يهرب من المعارك اللي احنا بنواجهها. والنهارده هيواجه معارك كثيرة وهيسقط سلاطين كثيرة، لأنه الراعي الصالح اللي مكتوب عنه يبذل نفسه عن الخراف، عمره ما هيهرب من معركتك ولا هيسيبك في مخاوفك ولا هيسيبك في مرضك، لكن هو يدافع عنا حتى ونحن صامتون. نشكر الرب، نشكر الرب جدا جدا. شكرا. ده لمين؟ للشخص اللي بيتمتع بالنعم. نعم. عشان يمكن كده يعني عايزه اقول لحضره القسيس انه مش اي واحد يسمع الكلام ده يحس انه الكلام ده ليك، الكلام ده ليه امتى؟ امتى يكون الكلام ده ليه؟ بالنعمه حضره. انتم مخلصون. نعم. امتى يكون الكلام ده؟ الكلام ده للشخص اللي هو فعلا قبل خلاص المسيح، ايه راي حضرتك؟ طبعا كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان، السلطان ده هو سلطان المسيح نفسه، أن يصيروا أبناء الله أي المؤمنون باسمه. فلما أشوف كل معاني اسم المسيح، اسم المسيح ألاقي فيه البرج الحصين يركض إليه الصديق ويتمنى. تاني حاجة في اسم المسيح تخرج الشياطين. ثالث حاجة اسم المسيح يصنع الآيات والعجائب. رابع حاجة في اسم المسيح انه اسم فوق كل اسم. يمكن انت قدامك اشخاص بتقاومك او في دول او في رؤساء او في سلاطين، لكن عاوز اقول لك يسوع ارتفع فوق كل رياسة وسلطان، اعطي اسم فوق كل اسم لتكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء وعلى الارض ومن تحت الارض. احنا معانا اعظم شخص، اقوى شخص، اعلى شخص، مميز. كمان الحاجة الخامسة يدعى اسمه عجيبا، مشيرا، أبا أبديا، إلها قديرا، رئيس السلام. يا سلام على اسم يسوع، ده أحلى اسم في الوجود، وفي كل المعاني اللي بيدور عليها أي شخص أو أي إنسان. رائع. وما زال عرضه قائم. نعم. إلى المنتهى. مكتب. بابه مش مقفول طبعا، وفعلا كل إنسان بس بيبادر أنه يجي ناحيته أو يرفع إيده يقول له بس انقذني، خد بايدي. أمين. بالعكس بيدخل لاعماق اعماقه، بيشفي الجروح، بيشفي الالم، لكن كمان بياخده لحياه مختلفه. حضرتك قلت هو السلام، هو الفرح، هو عجيب. ومحدش هيلمس ده غير اللي اختبره، غير اللي التصق بيه، واللي قبله فعلا يكون سيد وملك على حياته. علشان كده خليني اسالك دكتوره ساميه، قلت عبارتين ربما حد من الناس يعني شريحه اللي احنا بنكلمها النهارده اللي بنقول لا لحد ما يكونش عارف معنى النعمة والنعمة الممنوحة ليه والعرض القائم ليه، هو يقدر النهاردة يمد ايده ياخد اللي ليه عند يسوع، يقدر يتمتع بالنعم. لكن حد اتمتع اوريدي بالنعم، هو مقيم في النعم، لكن حضرتك قلتي في كلامك ان هو غير مقدر للنعمة، ازاي بتشوفي ده؟ هديلك مثل الاولاني اللي هو اللي اتولد في النعمة. كنت من يوم 2 في الشهر كنت بتفرج على الأخبار، وبعدين كانوا بيقولوا أنه البرنسس بتاعت إنجلترا اتولدت، والبرنس البيبي بتاعت الأميرة للأمير ويليام وكيت، وكانوا بيوروا صورة الأميرة الجديدة اللي اتولدت، وكانوا بيوروا صورة أخوها صغير عمره سنة ونص أو حاجة زي كده، وجاي يزور اخته البيبي في المستشفى، وكان ابوه شايله قاعد يعمل باي باي للناس ويشاور للناس. وانا بتفرج على المشهد ده ربنا فكرني بان دول اتولدوا في النعمه. يعني كان بيفهمني ايه في النعمه، انه دول يعني ما فيش، احنا مش بناخدها عن استحقاق. انا لما بقبل المسيح في حياتي ربنا بيديلي كل البركات دي، يعني مش انا ما استحقهاش ولا استحق اي حاجه، كل اللي كنا نستحقه الموت، لكن دول لقيتهم مولودين في النعمه. ولما احنا بنقبل المسيح بنبقى اولاد ملك الملوك ورب الارباب، زي ما دي اتولدت بقت اميره انجلترا وهي ليها كل حقوق
انها الملوكيه، ليها كل الحقوق اللي هي ليها، كل الغنى بتاع المملكه ليها، كل حاجه. فقد ايه ربنا كان بيقول لي بصي ولادي مش مدركين الغنى، مش مدركين البركات اللي انا عايزهم يعيشوا فيها. بحس انه مهم جدا انه ولاد ربنا يقروا كلمته، وزي ما كان القسيس بيقول يعرفوا المسيح مين، ان هو خلاصنا، هو رجائنا، هو فرحنا، يشوفوا حقوقهم ويتمسكوا بالحقوق بتاعتهم دي ويعيشوها، ما يعيشوش زي يعني دي البيبي دي ممكن تقول لا وتقوم لا انا مش اميره، انا ما استاهلش يعني اكون اميره لما تكبر مثلا، وانا ما استاهلش. لكن هي مش علشان هي استحقها، هي اخذت المركز ده ربنا. لما احنا بنقبل المسيح بناخد المركز ده من غير اي استحقاق شخص. الحكايه الثانيه اللي كنت بقراها كان في مثل الابن الضال اللي هو اخو الابن الضال. الاخو الابن الضال ده كان عايش في النعمه لكن ما كانش مستمتع بيها خالص، وما كانش قادر يشوف ايه كل النعم اللي هو فيها دي. ولما شاف اخوه بيرجع وابوه بيقبله، بدل ما يفرح مع ابوه ان اخوه رجع وانه هيبتدي يستمتع بالنعم اللي هم كانوا فيها وبالخير بتاع ابوه تاني، لا ده ابتدى يشتكي على ابوه، ابتدى يشتكي على رب. يعني احنا نبتدي نشتكي على ربنا، يا رب اشمعنى انت مباركه وده لا. نبتدي بدل ما يفرح لاخوه، بدل ما ابتدى يغير من اخوه، ابتدى يشتكي على ربنا. فابو قال له كل ما لي فهو لك. احنا يعني لما نبتدي ندرك ان كل اللي المسيح عمله غنى مجد المسيح لينا، كل نعمته لينا، كل بركته، اقمنا معه في السماويات، اجلسنا معه في السماويات، نقول له يا رب اكشف عن عينينا، يا رب ورينا ايه النعم اللي انت مديها لنا دي. يا بختنا ابونا. صح. مش امير عادي، مش ملك، مش امبراطور، ابونا ملك الملوك ورب الارباب. صح. واحنا ولاده ادانا النعمه، والنعمه معناها فعلا نعمه مجانيه معطاة لمن لا يستحق. احنا ما كناش نستحق. حضرتك قلت عبارة جميلة بحط تحتها 100 خط، احنا كان مصيرنا الموت، البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، لكن جه ومنحنا النعمة، الهبة المجانية لمن لا يستحق. وخليني يعني يمكن كلام حضرتك جميل جدا وأثار موضوعي حضرة القسيس، كم من ناس النهاردة هم عايشين في عز بيت الأب ومتنغنغين بغنى الأب وللأسف غير مقدرينه. يمكن أشارت الدكتورة سامية لشيء من الحسد أو الحقد على الابن الأصغر اللي جاي من الكرة البعيدة اللي هو قرر أقوم وأرجع. يعني كان المفروض على الأخ الأكبر إنه قلبي يفرح بعودة الضال. نعم. إزاي النهاردة بتشوف كثيرين، قطاع كبير موجود للأسف من المقيمين في النعمة، هو النهاردة شخصيته شخصية الابن الأكبر. اتفضل. يعني شخصية الابن الأكبر شخص يعني أناني، الأب محب لما شاف الابن ضل، ودي رغبة المسيح أنه لم يأتي ليدين بل ليخلص، فذبح الخروف وألبسه ثياب جديدة وحلة جديدة وأقام الاحتفال. فده موقف قلب الآب السماوي اللي بيقدم أفضل ما عنده. لكن يعني في ناس بتبقى موجودة في بيت الآب أو في بيت الله بأنانية شديدة، أنا وبس، أو لو كل الفوكس ما جاش علي أنا والتركيز علي أنا أزعل واتقمص وأمشي. يعني سوري، رغم أنه هو نقدر نقول ان هو ابن الاب ومقيم في البيت، لكن ما تعلمش يفرح لغيره للاسف، وما تعلمش يفرح لحد الا نفسه. علشان كده يعني لما بيقول دماس قد تركني اذ قد احب العالم الحاضر
وكثيرون ممن كنتم أذكرهم لكم أذكرهم الآن باكيا صاروا أعداء صليب المسيح، لأن صليب المسيح زي ما هنعرف أن النعمة دي جات للضالين، جات للهلكين، جات للضعفاء، اللي بولس اللي قال الخطاة الذين أولهم أنا. فالمفروض يكون يعني لو أنا عندي قلب الملكوت فالسماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بار، ده فرح قلبي. أنه حضرتك لما يعني كنا في مصر وقابلنا المجموعة الحلوة اللي بتعرف حضرتك، كان في شخص راكب معانا في العربية وعنده 75 سنة، بيقول أنا ليا 30 سنة بحضر الكنيسة وأول مرة تقدم ليا دعوة إن أنا أعرف المسيح وأقبل الرب كمخلص شخصي. الشخص ده كان فرحان قد إيه، يقول له أشكرك يا رب إنك لحقتني قبل القبر، أشكرك يا رب إنك لحقتني 30 سنة بحضر الكنيسة ودي أول مرة أصلي وأسلم حياتي. شكراً يا رب. هو كان فرحان وكل المجموعة اللي بتعرف حضرتك كانوا فرحانين معانا، وكانت ساعة كده سواقة كنا كلنا طايرين في السماء لأجل الشخص ده. بس وإحنا قاعدين في العربية مع بعض كنا 4 5، طيب عاوزين نصلي لأجل فلان المحتاج وفلان المكسور وفلان التعبان وطلبات الصلاة. ده قلب المؤمن، إنه المسيح لم يأتي ليطلب ما هو لنفسه، لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. اللي بيحب الرب فعلا بيخرج من ذاته. وإذا كان هذا الابن، لا يعني في مؤمنين كتير مش فرحانين، لم يذوقوا طعم الفرح ولم يذوقوا طعم الابتهاج، لأن الفرح الأعظم في قلب الله هو برجوع الخطاة. أعظم فرح سماوي بيحصل لما نقدم المسيح للآخرين وتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم وتأتي أوقات الفرج من عند الرب. لكن لو أنا حاطط أساس التركيز من يقول الناس علي، أو مثلا في واحد بيقول عنه الكتاب أنه يريد أن يكون أولا، وفي ناس بتجرح الإخوة بالمكانة الأولى، أو في كنيسة كورنثوس بيقول لهم كده عاوزين تاخدوا المراكز الأولى، ولو دخل واحد فقير بيقعد في الآخر، ولو دخل واحد بخواتم بيقعد في الأول. لكن يسوع أخذ المكانة الأخيرة وأخذ مكانة الخادم اللي غسل أرجل التلاميذ. فاللي بيعرف الرب فعلا بيضع نفسه، وبيقول كده الكتاب ينكر من يريد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه. يعني يحمل صليبه، الناس بتفسر الصليب يقول لك الصليب ده مرض، الصليب ده سرطان. لا، يحمل صليبه يعني يحمل خلاصه إلى الآخرين، لأنه معنى الصليب هو الخلاص. فمن يحمل الصليب يحمل كلمة الخلاص، لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله الخلاص. يبقى الصليب مش مرض، الصليب مش ألم، الصليب سوري مش جوزي، الصليب مش، لا، الصليب يحمل الصليب يعني يحمل الخلاص إلى الآخرين. رائع، حضرتك شجعتنا بفكرة أنا عارفة عندك اختبارات كتير جدا كل اللي حصل والوقت اللي قضيته في مصر، قد إيه كنت سبب بركة كبيرة ونهضة في كنايس، لكن كمان الفرح الحقيقي زي ما حضرتك بتقول إنه ناس تلمس الرب، إن ناس تنال النعمة. إذا شخص النهاردة ليه 30 سنة بيروح ويجي على الكنيسة، أنا عارفة إنه في مئات النهاردة بيسمعونا، يمكن آلاف مترددين على الكنيسة. ولكن النهاردة حضرتك قلت أمر واضح جدا، النهاردة ممكن أروح الكنيسة وكل يوم أروح الكنيسة مش هو ده بس المطلوب مني للأسف. أنا موقفي إيه من ربنا؟ هل فكرت في لحظة أنا لو مت النهاردة هروح فين؟ بالزبط. هل فقط مروحي الكنيسة وبعض الممارسات هتديني حياة، ولا مع مروحي الكنيسة وبعض الممارسات اللي بعملها لازم أكون متأكد وعندي تأكيد لخلاصي إن ليا حياة، إن ليا غفران، إن أنا ابن للمسيح، إن ليا حياة أبدية. لكن كلامك كمان فكرنا ببعض الاختبارات الجميلة. وأنا عارفة إنه عندنا بعض الكليبات، خلينا نطلع
لفاصل نسمع بعض الاختبارات ونرجع حبايبي حتى نكمل ما بدأنا. مجال كبير انه يصير، فانا اتصلت فيه وحكيت معي او كانوا يعملوا لي تحاليل كثير شوي، بس كل تحليل عم بيطلع عم بيورجي انه في اشي. فاتصلت فيه وصليت على التليفون، وبعد بشهر عملت التحليل. حتى الدكتور صار يضحك، قال لي مين هذا اللي حكي ما في شيء. فنشكر الرب، انا بعرف انه الرب شفاني. يعني من 8 سنين لما صلينا طلعت كل التحاليل سليمة والرحم سليم وكل اللي قالوا الدكاترة طلع مش مظبوط. مبروك الشفاء. لا كان في اشي بس نشكر كان في ورم يعني. لا مو ورم، كان في بداية خوف انه يصير يتحول لورم. بس نشكر الرب طلع انه لا نشكر الرب. مبروك الشفاء. حولت كلام التليفون الماضي للتليفون كان مشكور، وانا بتصل بالتليفون وبصلي مع الناس ورب بيعمل شفاء على طول. يعني ناس بيقرا التليفون وابونا بيصلي معاه مباشر، وفي نفس الوقت بيجي اختبارات. انا كنت متابع البرنامج بتاعته قبل ما اجي امريكا بايام، حاجه بتاعت 400 نفر كان بيقرا التليفون، ومعظم الناس الرب شفاهم بأمراضه. أنا خليه يتكلم بعدين، أنا ما أدري أعطي الفرصة، بس أنا داري أقول لكم أنا شفت. الجناب القديس أليكس له 30 سنة في أمريكا، وبيخدم في أمريكا كل الكنائس العربية الموجودة في أمريكا، وبيخدم كل القنوات الفضائية الموجودة في العالم كله. سيدها إلهي ما أبى.
مرة تانية بنرحب بكم معانا لاستكمال هذا الموضوع الهام عن الإقامة في النعمة. حبايبي أهلا وسهلا بكم مرة تانية. دكتورة في الفاصل كنت بتقولي لي أنه في اختبار يمكن هز أعماقك وفرق معاكي، يا ريت تشاركينا بيه. بعدها طبعا هنسمع من حضرتك طلبات الصلاة اللي وصلت لينا، وأمين نصلي ونجد استجابة لكل طلبة في اسم يسوع. تفضلي حبيبتي. زي ما كان الأستيس بيحكي قبل الفاصل أنه الرجل اللي قبل المسيح كان عمره 75 سنة. الواحد ما بيعرفش الموت هيجي إمتى. فهحكي لك اختبار، بس اختبار مجدي، يعني مجد إزاي أن الرب تمجد فيه. كان في النهاردة الصبح جالنا مكالمة من فردنا عليها، فكانت الأم دي بتتكلم من نيوجيرسي وتقول أنا عايزة أحكي لكم اختبار إيه اللي حصل معنا. قلنا لها إيه اللي حصل؟ قالت بنتي عمرها 2 و4 شهور، كنا في رحلة مع الكنيسة حول حمام سباحة، وكنا كلنا ملهيين وكده، وأنا فاكرة البنت مع أبوها، ويزر هو فاكر إنها معايا،
وبنبص ما لقيناش البنت، بنبص لقيناها سابحه في حمام السباحه، يعني طايفه على حمام السباحه. فجري بسرعه وحد وشالها وطلعها، بصوا ما لقوش فيها نفس، لقوها ماتت. ابتدى يعملوا لها سي بي ار اللي هو التنفس الصناعي، قعدوا يحاولوا اللي هو بيشرف على حمام السباحه قعد يحاول، قال لهم ما فيش فايده، البنت ماتت. قعدوا كل الكنيسه اتلمت حواليها، اتجمعوا حواليها وقعدوا يتنبأوا بالحياه على البنت دي. ابتدت ام البنت تتنبأ بالحياه على بنتها، وابتدت كل الكنيسه تشترك مع بعض انهم يتنبأوا بالحياه على هذه الطفل. فالراجل ابتدى يتشجع ويكمل التنفس الصناعي، وابتدى هو كمان يصلي معاهم. وفجاه بعد كده بصت لقوا البنت فتحت عينها، وبعد شويه ابتدت تتنفس، وبعدين طلعت ميه، وبعدين ابتدت تفوق. فطبعا كانوا كلموا الاسعاف وكده، والاسعاف اخذوها المستشفى. فلما اخذوها المستشفى، طبعا المستشفى عملوا عليها كل الفحوصات، قالوا دي فعلا ماتت لمده 5 دقائق. موت، يعني فرقت الحياة تماما، فرقت الحياة تماما لمدة 5 دقائق، لكن الرب رجعها تاني وأقامها. فكانوا متهللين وفرحانين وكده، ويعني كانت فعلا حاجة يعني مجد مجد مجد، حاجة مش عادية، حياة بعد الموت. حياة بعد الموت. بعديها بكم يوم الطفلة الصغيرة دي، بس الأم كانت قاعدة بتتكلم معاها بتقول لها أنا بابا يسوع بسني. قالت لها ازاي بابا يسوع باسك؟ قالت لها انا رحت عند بابا يسوع يا مام. قالت لها انا رحت عند بابا يسوع وباسني، وبعدين قال لي يا كوكو، يعني ده اسم الدلع بتاع البنت. قال لها يا كوكو انت لازم ترجعي لبابا وماما واختك جيجي، وانا دلوقتي هرجعك. وفعلا رجعت للحياه مره تانية. يا رب. إلهنا عظيم، إله صانع عجائب. ده جالك الصبح، وإن شاء الله يعني أتمنى إنها تتصل بينا الأم وتأكد الاختبار ده. سمعنا صوتها بتقول لماما حمام السباحة، حمام السباحة يا ماما. كأنه يعني حاجة لازقة في دماغها إزاي الرب أقامها. يمكن أخت شيرين تكلمنا تشجعنا. طيب عموما إحنا معانا شيرين. طب كويس. أهلا بيكي يا شيرين. أهلا بيكي حبيبتي. اهلا بيكي شيرين من نيوجيرسي. اهلا بيكي. ايوه اهلا بحضرتك. اتفضلي يا حبيبي، انت معاكي اختبار عايزه اقول يعني فعلا لمجد الرب. هللويا. فعلا. اتفضلي يا شيرين. يستاهل الشكر فعلا والحمد وما مشكور ومش قادره اوصيه. طبعا طبعا يا حبيبتي. اتفضلي احكي كده، عايزين نسمع منك يا شيرين. يوم 21/3 الكنيسة عندنا، الكنيسة المسيحية العربية، قلنا نطلع يوم روحي مع بعضينا. اليوم كان ماشي حلو قوي قوي لحد الساعة 4 ومفيش أي حاجة، وقال لي نروح حمام السباحة، وطرحنا كلنا مع بعض، وهي كانت بتلعب مع باباها في المية شوية وطلعت شوية، وأنا جبت شوية كده عنها، وفاجئت إن بنتي الكبيرة بتقول لي تعالي كارين ماتت. فانا طلعت، وكل المجموعه اللي كانت معايا طلعت، كان في مجموعه في المايه ومجموعه جوه في الاوضه، فطلعنا كلنا نشوف كارين. لقينا الكارين دي منفوخه وجسمها لونه ازرق. الراجل اللي يعني ابتدى يعمل لها انقاذ قال دي ماتت. فقال ممكن لو احنا صلينا ممكن الحياه ترجع لكارين، ان هو كان راجل مؤمن، اللي هو راجل ممكن اللي هو بتقول عن حمام السباحه. فابتدينا نصلي فعلا، والكنيسه كلها تصرخ وتقول كارين هتبقى لها حياه، كارين مش للموت. فابتدت كارين تفتح في عينيها وتغمض تاني كده، وابتدت ترجع، والاكل اللي اكلته والميه اللي شربتها. فابتدى يقول صرخوا صرخوا تاني، الرب ابتدى يسمع الصلاه ويدي كارين حياه. هللويا هللويا. عقبال ما جت الاسعاف ورحنا، كانت كارين دي رايحه بصي كانت فيها حاجه. هللويا هللويا. فروحنا المستشفى ولقينا فعلا في ناس مستنيانا في المستشفى ياخدوا كارين بسرعه، يعملوا لها الاسعافات وكل حاجه. قالوا لي فعلا كارين دي ماتت 5 دقائق ورجعت. قالوا لي ان الرئه
الروح اتخنقت في الرئه، فالرئه اتملت هواء ما اتملتش ميه. اتخنقت هي فعلا طافت على وش الميه. يا شكرا يا رب، شكرا يا رب. نشكر ربنا الحمد لله، عملنا كل التحاليل وفحوصات قعدنا 24 ساعه في المستشفى عشان يشوفوا يعني. هنا معروف في امريكا ان هم بيطلعوا اي حد بالسهل يعني، طبعا يشوفوه يطمنوا عليه. طبعا فالصبح قالولنا كل الحاجات اللي احنا عملناها بتاكد ان كان لسه موجوده النهارده. هللويا شكرا يا رب. مفيش ميه في مخها ولا كان دي هتعيش في اي عاقه. هللويا هللويا فعلا يعني. طب هي كارم عندك المجد وحدك فعلا، لا قبلك ولا بعدك. هي كارم عندك؟ نعم. احنا كنا بنسمع، انا بسمع عن معجزات لكن انا شفت حبيبتي، انا شفت المسيح فعلا، لاني كل المحاولات اللي اتعملت لها قالوا مش خلاص كارم دي فرقت الحياه. مجد. انها تقعد في الميه وتطفى على وش الميه، احنا ما نعرفش قعدت قد ايه، 5 دقائق 10 دقائق ما نعرفش. ولما الطب يا شيرين ياكد انها فرقت الحياه، ماتت ورجعت ليها الحياه، يعني الطب وعينيكم والواقعه والمنظر بيقول انها يعني تدخل الهي وايد الهيه عظيمه فعلا رجعت ليها الحياه. هي كارن عندك نسلم عليها اخت شيرين؟ موجوده. ممكن اكلمها دقيقه بعد اذنك يا مدام مرفت؟ حاضر ماشي. كارن هتحكي ازاي شافت يسوع؟ خليها تسأل الأمور ازاي شافت يسوع؟ يا كارن. أه يا حبيبتي سلمي على الأكيد دول الثانية. ازيك؟ ازيك يا كارن؟ ازيك؟ أنا كويسة. طيب ماشي. حبيبتي. ازيك يا كارن؟ سلمي. طيب. قولي أنا كويسة. طيب، ربنا يباركك يا كارن. يعني بس وبعدها ما حدش توقع ان احنا ممكن نسال الطفله او سنها صغير، ما توقعناش ان احنا هتقولي الحاجات اللي هي قالتها دي. نعم. بعدها ب5 ايام بتقول لي ماما انا شفت بابا يسوع بس كوكو من هنا ومن هنا، هي اسمها كان بس انا بقولها كوكو في البيت. ياه. فقلت كمان حتى كمان عارف الدلع. ما رضيتش اقول لك باسمك، قال لك باسم الدلع اللي احنا بنمشي بيه. شوفوا يعني انا كمان استغربت من اللي هي بتقوله. وقالت لي هو شالني وبسني وقال لي روحي عند بابا وماما وجيز اختها. هللويا. مش ممكن كوكو تموت يا ماما. واو. وقالت لك قطع ايد الشيطان. لا ده الاخ اللي هو شاف الرؤية وهو بيصلي لما واحنا في حمام السباحه عندنا عقد ضريبه ملاك هاني. فحد بيقول له صلي بنت شيرين ومجدي، هو ما عرفش في ايه، هو قاعد بعيد عن حمام السباحه. فبعد احنا ما جينا ثاني يوم واحنا كنيسه نشكر ربنا على اللي حصل، بيقول انا شفت رؤية ان الشيطان بيغرق كارم يموتها. بس الرب جه قطع ايده وراح انقذ كارم. قولي لنا على اختبار الدولار بتاع كارم. اختبار الدولار الحلو ده. الحد اللي فات كان عندنا اخ، كان عندنا قسيس من اوغندا، فهي حبيبتي الكنيسه قال اللي عايز يصلي يطلع، فهي راحت طلعت من ضمن الناس اللي طلعوا. هو صلي كل الناس ما فضلتش غير هي بس واقفه وحديها، وكان معاها دولار تحطه في العصا. فهو صلى لها، بعد ما صلى لها عطاها عطيت الدولار اللي كان في ايديها كل اللي معاها. فانا بعد الاجتماع رايحه اقول له اللي انت صليت لها دي رب، قال انا عارف، انا وانا بصلي لها ربنا كشف له، قال لي هي دي اللي ماتت وقامت. هللويا. انا عملت كده عشان عايزه استخدم كارن وانا بشكل فيها من صغرها. في اسم يسوع، في اسم يسوع فعلا. يكرم اللي بيكرم. الخادم اكيد انا رايحه اقول له، هو ما يعرفش. الخادم جاي من اوغندا خدمه وانا رايحه احكي له على الاختبار، فبيقول لي انا عارف. صحيح منين؟ قال لي ربنا كشف لي وانا بصلي لها. قال لي هي دي اللي ماتت وقامت. امين. هللويا الهنا حي يا شيرين، الهنا حي. وما زال يقول يصنع خيرا الى هذا اليوم. مش عايزين نقول انه اليوم والى الابد. نعم نعم نعم. امبارح كان نعم. حضرتك اختبار شفاء من 3 سرطانات حطيناه على الهواء، كان من كنيسه رسيده للشرق الاوسط. اخ كان مصاب
بثلاث أنواع مختلفة من السرطان في المعدة وفي القولون وفي القلب. هللويا. تسمح لي قبل ما حضرتك نكمل المعجزه نصلي مع شيرين ونصلي مع البنت وفي اسم يسوع تكون البنت دي مكرسه للرب وان الرب يستخدم حياتها في اسم يسوع ان هي كمان يكون ليها السلطان انها تصلي وانها يكون الله بيوريها استجابات للصلاه وانها تكون خادمه للرب لانه فعلا اداها حياه ماتت ورجعت للحياه. اتفضل اتفضلي يا شيرين اتفضلي. الأسيست برضو قال لي كل يوم الصبح تقومي تعميني دمك على كارين لأن كارين عندها محاضرات كتيرة. دم يسوع. قال لي كل يوم الصبح تقومي تعميني دمك على كارين اليوم كله. أمين. لأن كارين الشيطان عايز ياخدها. في اسم يسوع يبطل كل المحاربات اللي عليها يا شيرين وتعالي بالإيمان اشتركي مع حضرة الأسيس في الطلبة دي. أشكرك يا رب لأجل أخت شيرين ولأجل كارين. الرب بيقول لك يعني الامين في القليل بيقيمه على الكثير ولانك كنت امينه في حياتك للرب واكرمت الرب هو اكرمك في ابنتك. والرب بيقول لك ما تخافيش يعني كارين دي هتنمو في معرفه الرب وهتنمو في الكلمه هتعرف الرب وهي في سن صغير جدا والاقامه من الاموات اللي الرب صنعها في حياتها هتكون مفتاح انها كمان هتصلي المرضى ويشفوا في اسم يسوع. الرب اللي باركها ولمس حياتها هيتمجد فيها. والرب يقول لك ما تخافيش يعني لان كل لعنه راحت في الصليب وكل هجوم عليها قوه دم يسوع وقوه اسم يسوع في بيتك وعلى حياتكم والرب معاكم كل الايام والى انقضاء الدهر. امين امين امين. شكرا لاتصالك شكرا لشهادتك الجميله. فعلا يعني النهارده خبرتي الكون كله إن هناك إله قوي وعنده ذراع قوية يصنع المستحيل حتى إن الإنسان فارق الحياة يقدر يديله حياة. معنا اتصال آخر من أخي سام. سامحنا على الانتظار على الخط. أهلا بيك. أهلا وأهلا بك يا أختي فاضلة. أهلا وسهلا بيك اتفضل. مساء الخير يا حبيبة الأسيس يا أليكس. أهلا بيك أخ سام. أنا بسمع عن حضرتك كتير جدا وربنا يباركك ويزيدك من نعمته. مجدلا. أنا كنت عايز بس من حضرتك انك تصلي من اجل ابني مهندس وندور له على شغل. الله يخليك. حاضر. لان راح احتياج العمل عشان ندبر له العمل عشان يجوز لانه يعني ابني ده حبيبي ويعتبر ابن البكر. اسمه ايه؟ ربنا يبارك اسمه صامويل. حاضر. يا رب نشكرك لاجل اخ سام. بتصلي يا رب لاجل اخ صامويل انك تباركه وتفتح باب العمل يا رب. عيوننا اليك تباركه في الارتباط وتباركه بركة فوق ما أطلب أفتكر. كل ومن هو نظيره يا رب يطلب عمل نثق يا سيد الرب أن الأبواب انفتحت في اسم يسوع. أمين. في اسم يسوع. أمين. شكرا لاتصالك أخي سام. مبسوطة أنك بتطلب شغل لابنك ولكن ما تنساش أن موضوع الحلقة عن النعمة وأتمنى أن حضرتك تكون اتمتعت بالنعمة وابنك كمان اتمتع بالنعمة النعمة الكبيرة الحقيقية اللي بعدها كل الأشياء دي وكل الأمور دي تزاد لكم. شكرا جدا لاتصالك. حضرة الأسيس يا ريت حضرتك تشاركنا بالبعض طلبات الصلاة اللي جات وأمين في اسم يسوع نجد استجابة ليها. اتفضل. ابن الرب طلب صلاة في الاي سي يو. ابن الرب لأمه في الاي سي يو عندها نزيف داخلي ضيق في التنفس وتعب في الكليتين. في اسم الرب يسوع بنصلي لأجل كل اللي هم في غرف الإنعاش يا رب أو في غرف الريكفري وبمد يد يسوع تجرى الآن آيات وعجائب في اسم فتاك وأخرج الجميع يا رب كما قامت كارين من الأموات يقوم عبيدك من كل مرض وكل ضعف. أمين. الأخت تريزا صلاة أخ عنده مرض نفسي ويريد عمل يتناسب مع مرضه. أخ عمل حادثة بالعربية و واقف عن الشغل ويريد عمل. يا رب بنضع كل الأمراض النفسية وكل الذين مصابين في حوادث ومصابين يا رب إصابات سواء عن طريق وقوع حوادث في البيت أو حوادث في العمل في اسم يسوع يا رب أقم واعطي لشعبك حياة وقوة روح ابتهاج عوضا عن الروح اليائسة. أخت ربنا اديها زرع بشر ويقرب جزء للكنيسة. أنا بقول لك جزك لما هيقرب من الرب هيقرب من الكنيسة. فاحنا نطلب أولا
انه يعرف الرب ونطلب زرع البشر. حد من العجمي شقة في العجمي تريد ان تباع لكن ما فيش فايدة، بع الشقة يا رب. كل الذين لديهم بيوت او شقة في اسم الرب يسوع مد يدك، اجعلهم اولا ابناء وبنات ليك يا رب، وكل هذه تزاد. زوجتين، حد بيطلب زوجتين لاخواته، وحد بيطلب نسل صالح وشفاء للوالدة. ابطال لكل سحر وعمل شرير في اسم يسوع رب. كل الذين في سن الارتباط ويطلبون ارتباط في المسيح، غير القلوب اولا. اعطي يا رب زوجات صالحات لازواج يكون رأسهم المسيح. نبطل كل عمل الشرير، نبطل كل سحر، نبطل كل قيود، نبطل يا رب كل اعمال الظلام، كل سلطه عدو الخير تفنى في قوه الدم. اخت تريزا لاجل شفاء من فيروس سي، وايضا صلاه لاجل الاخ نبرو لانه عمل حادثه وعنده كسور في الكتف والراس. باسم يسوع يا رب نضع ايدينا على كسور العظام وعلى امراض العظام، ونتنبأ على العظام اليامسه، ونقول تحيا هذه العظام، وتردد انت يا رب وتجبر كل الكسور. الاخت زينه مريضه سرطان، من اجل واحده بتطلب من اجل ابني وابن خالتي، من اجل امتحانات الثانويه العامه. كل الذين لديهم امتحانات يا رب، سواء من ابتدائي لاعدادي الثانويه لكل مراحل التعليم، ماجستير دكتوراه، اعطي يا رب عبيدك شهادات ونجاحات هائله في اسم الرب يسوع. الاخت وديعه صلاه لاجل بيتها عشان يعرفوا الرب، وجاك عشان يرجع للرب. صلاة لأجل الأخت سهير لمعي، محتاجة عملية لأن عندها فقرة منفصلة في ظهرها وغضروف في الرقبة وألم في الذراع. في اسم الرب يسوع نصلي رب لأجل التئام كل الأعصاب والفقرات، وشفاء كل يا رب أمراض عصبية ونفسية وروحية وجسدية في اسم يسوع. أخت مريضة بالذئبة الحمراء وروماتويد ومزمن وعظام الفخذ والحوض وفي تآكل، في اسم يسوع المسيح يا رب بنصلي لأجل شفاء كل آلام العظام اللي هي بسبب هشاشة في العظام بسبب الكورتيزون يا رب. في اسم يسوع أمراض الأرثرايتس وأمراض التهاب العظام وكل أنواع هذه أمراض المفاصل وهشاشة العظام يا رب عند سيدات أو رجال تشفى الآن يا رب، وتخلق عظام جديدة وتجعل العظام كجدة رية في اسم يسوع. صلاة من أجل أخت نانسي وعائلتها، تعرف الرب، من أجل ابنها كاتي يرزقها الرب بأطفال، وساندي الرب يكمل عمله على خير. صلاة لأجل خطيبي أن يفتح الرب باب للرزق لأن الأمور المادية صعبة جدا. يا رب بنصلي أن شعبك يعرف الأمور الروحية ويدرك الملكوت، ونثق رب أن الأبواب المادية وأبواب العمل جميعا تنفتح أمامه لأجل ديفيد أن يعرف الرب في اسم يسوع. رب وضعنا كل هذه الطلبات بإيمان وثقة أنك سمعت واستجبت وأريتنا عجائب من شريعتك. أمين يا رب، أمين في اسم يسوع. معلش أختي سوزان من مصر، اتفضلي حبيبتي. أوكي اتفضلي حبيبتي، انت على الهوا. الو، اهلا بيك يا سوزان، اتفضلي. الاخت ميرفت. ايوه حبيبتي، احنا سامعينك، اتفضلي. ربنا يباركك ويبارك خدمتك الحلوه، ويباركك يا حبيبتي، ويبارك البرنامج، ويبارك القناه. امين يا حبيبتي في اسم الرب يسوع. امين. انا بصلي من اجل القسيس من امبارح لما صلى معايا. انا يا جناب القسيس، انا الاخت سوزان اللي من مصر، كلمتك امبارح عشان خاطر نانسي وروني بناتي. ايوه فاكرك. انت صليت، انا لما عرفت المشكله حضرتك انا قلت لك مش عارفه اصلي ايه، فانت طلبت طلبة الغفران. ايوه، فانا كنت مفكره ان انا مسامحاهم. فانا قلت وراك الصلاه عشان ما اقطعش الخط بتاع الروح القدس. أيوه. علشان انا يعني حطيت في دماغي هاخدهم من بق ابليس. امين يا حبيبتي، امين امين. لما انت صليت دلوقتي ايوه مع
مع كارين او صليت عشان كارين وهي بتقول الطفله بتقول هو بشني من هنا وبشني من هنا ورجعها لها. انا متشجعه جدا جدا جدا. ده خمس دقائق خمس دقائق قال لها روحي لاختك والماما والبابا. ايوه انا بنتي اللي بصلي لها عندها 32 سنه والثانيه عندها 34 سنه. انا امبارح باسم المسيح عرفت اكلمك. الكارت بعد ما اتكلمت وانتظرت وقلت اللي في نفسي قفلنا وكان في 5 جنيه باقي. ايوه النهارده لما امبارح قلت في البرنامج بكره هيبقى في برنامج تاني قعدت في القناه فقلت انام عشان اقابلك في نفس الميعاد وعرفت احضر البرنامج من الاول. امين يا حبيبتي. ربنا يباركك ويبارك. يعني من ساعه ما كلمتك ناديه مامه مانو وجابت سيره مراتك انا تمنيت اشوفها. فانا النهارده شفتها وسمعتها وبتقول بابا كان بيرش الميه والراجل بيقول له رش هنا. فانا بقول لها ليكي ميراث. امين. من بابا وانا معايا ميه يا اخت ساميه. انا معايا ميه. وصلوا انتوا الاثنين على الميه. امين في اسم يسوع. والروح القدس لا يعوق جبال ولا محيطات ولا قارات. نعم. نعم. في اسم المسيح. صلي لك الاخت ساميه على الميه. امين في اسم يسوع. في اسم يسوع. عايزاكم انتوا الثلاثه هتمدوا ايديكم على الشاشه. أمين. على الكاميرا. امين. المخرج التنفيذي شاطر هيبعد البوز ده مش هيعمل لي كلوز على وش حد. انا عايزه الثلاث ايادي. امين في اسم يسوع. الميه اللي انا ماسكاها في ايدي. امين يا حبيبتي. هنصلي بالاسم على نانسي وروني. امين. علشان فيهم واحده مؤمنه ضعيفه وواحده مؤمنه مرتده. يا طيب. انا مش بطل الزمن. اللي عمل مع كارين في خمس دقائق موت. نعم يا حبيبتي. انا بتهدى. امين في اسم يسوع. امين. امين شديد. امين. ان روح القدس اللي مصحيني اشوفكم دلوقتي في الفجر وروح القدس اللي اطلقني اتكلم كده. امين يا حبيبتي. اسمع واطلق الاخت ساميه تقول حاجه يمكن مش عارفه يعني ايه اللي فكرها دلوقتي بباباها بالميه وبيقول له رش هنا. امين. كل ده أمين. مجتمع. أمين. علشان في نفس. امين يا حبيبتي. يعني انصلب من اجلها المسيح وغاليه. نعم والرب زي ما هيعمل معانا. امين. زي ما هيعمل معاك يا جناب القسيس. امين. امين يا حبيبتي. وهتخرج الخمائر من جسمك. هللويا. باسم الرب يسوع. امين. باسم الرب يسوع تخرج كل خميره مش نافعه. نعم. في صورة مرض، في صورة ضعف، في صورة نوبات، في صورة ألمات، في صورة أي صورة، أي طلبة طالت الزمن عليها، الوقت ده وقت حصاد. أمين. ليا وليك في اسم يسوع. والأخت ميرفت. في اسم يسوع. وكل أم سمعاني أمهات المؤمنين المرتدين. أمين. أمهات الخدام. أمين. أمين. الخدام اللي عيالهم دايخين باسم نعم. المسيح. في اسم يسوع. في اسم يسوع. اتفضل. اتفضل حضرتك. نباركك يا رب ونشكرك. نعظم اسمك يا سيد الرب. تبارك أختي سوزان وترد الابنتين إليك. في اسم يسوع الآن يا سيد يحصل شفاء لكل انقسام، شفاء لكل مرارة. نعم. شفاء لكل عداوة. نعم. تخرج يا رب كل خصومة. أمين. ويعود هذا البيت للرب ولمسيحه. رب الآن يا رب نضع أيدينا بالإيمان نعم على هذه يا رب. المياه يا رب ونثق يا رب في شفائك للعلاقات في رجوع البنات وفي رجوع الأم وفي اتحادهم مرة ثانية ليكونوا يا رب رعية واحد مع راعي واحد. نعم. شخص ربنا يسوع. كل عائلة منقسمة على ذاتها وكل بيت نعم منقسم نعم على ذاته يا رب. أنت تبني هذه البيوت ومنك يا رب ترمم المدن الخاربة. أمين. والأماكن الخالية. أمين. وتعود تصير كجنة عدن. نصلي على أمين. كل بيت خربان.
نصلي على كل عائلة خاربة، نصلي على كل زوج منفصل، على كل زوجة يا رب جربها العدو، على كل أبناء بعيدين عن الآباء. ونصلي يا رب لأجل رجوع البعيدين فأصيروا قريبين بدم يسوع، ونقدس هذا البيت لإسمك وكل بيت نظيره. آمين 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 آمين. شكرا لاتصالك المشجع جدا يا أخت سوزان، شكرا لمحبتك، شكرا لصلاتك، وفي اسم يسوع بنتحد معاكي في الصلاة لرجوع البنتين، وهتشوفيهم فعلا مش بس زي ما كانوا لكن أفضل جدا جدا حسب إيمانك كلك في اسم الرب يسوع. شيرين رجعت تاني، أهلا بيك يا شيرين حبيبتي. ماما ممثلة في مصر كانت قالت لي بعد الاختبار أطلب لها صلاة، هي مستنية دلوقتي قدام التلفزيون وهتسمع الصلاة. طبعا يا حبيبتي جدا جدا. هي عندها تليف كبد. أيوة. وكبد رشح مية على الرئتين. أيوة. هي عندها إيمان إن لما تصلوا ربنا هيلمسها وهيحيي العظام، أحييها بروحك، فإحنا عندنا إيمان إن ربنا هيلمسها ويشفيها. أمين يا حبيبتي أمين. اتفضل. نصلي يا رب لأجل أم مجدي. نعم. ونصلي لأجل كل أمراض الكبد ولكل من عندهم فشل، سواء هارت فيلير، سواء ليفر، أو كبد أو كلى أو ارتشاح في الرئة. نصلي يا رب ونحصر جميع أمراض البكتيريا والفيروسات في دم يسوع الآن، لتخرج قوة من جسدك، لتخرج قوة من جنبك المجروح، لتفتح السماء وتبارك عبيدك وعبيدتك بشفاءات كثيرة، وتشفى أم مجدي ويعود الكبد يشتغل بكفاءة طبيعية، وتصرف يا رب كل مرض عن جسدها الآن في اسم يسوع. في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. أمين. شكرا لاتصالك يا شيرين. معنا اتصال من أختي مديحة من واشنطن، أهلا بيك يا حبيبتي. أهلا وسهلا. بس توطي صوت التلفزيون حبيبتي. حاضر. تفضلي حبيبتي. أكلم الأستاذ. هو حضرة القسيس سامعك. تفضلي أختي. أيوة حضرة القسيس، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك. أنا أول مرة أتكلم مع حضرتك. شرفتينا. الله يخليك يا أستاذ. أنا محتاجة طلبة صلاة من حضرتك. أنا عندي ورم في المخ وعندي الغضروف، ودخل على قضية لجوء يوم 25/6. أنا عملت مقابلة واترفضت، واتحددت لي قضية تاني يوم 25/6. حاضر. محتاجة لها طلبة صلاة. طب أختي وعندي أحب أسألك الأول قبل كل هذه الطلبات، أهم شيء أن الواحد يكون اتأكد أن اسمه اتكتب في سفر الحياة وليه حياة أبدية في المسيح. تحب تصلي معايا تاخدي يسوع نصيب وخلاص وحياة أبدية ليكي؟ أمين. قولي له كده، ارفعي ايديك للسماء، قولي له يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح، تعالى أسكن قلبي، اسكن قلبي، اغفر خطاياي، اغفر خطاياي، اعطيني حياة جديدة، اديني حياة جديدة بدم يسوع المسيح، في دم يسوع المسيح. اؤمن يا رب، اؤمن يا رب بخلاصك، بخلاصك. حط ايدك على راسك كده وقولي باسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح، انتهر الورم، انتهي الورم الذي في المخ الآن، الذي في المخ الآن، وأؤمن يا رب، أؤمن يا رب أنك تخلق لي، تخلق لي مخ جديد بلا أورام، تخلق لي مخ جديد من غير أورام. حط إيدك على ظهرك كده وقولي له أؤمن بشفاء الغضروف، أؤمن بشفاء الغضروف، وأنك يا رب تلمسني من رأسي إلى قدمي، إنك تلمسني من رأسي إلى قدمي، وتطهرني من كل مرض، وتطهرني من كل مرض، وتعطيني نعمة في قضية اللجوء، وتديني نعمة في قضية اللجوء. أمين. أختي مديحة، أنا عاوز أقول لك بالصلاة دي ثقي تماما أن الرب اداكي خلاص. ابدأي يومك مع ربنا، اقري كل يوم ولو أصحاح في الإنجيل، واحفظي من كلمة ربنا، واطلبي ربنا من كل قلبك. أنا شايف أنه بس هو ضيع عليك شوية عشان يديك النهاردة فرصة تاخدي حياة أبدية بنعمته، وتاخدي أهم قرار في حياتك اللي هو خلاص نفسك اللي أهم من كل حاجة دي. أمين أمين حبيبتي، شكرا جدا لاتصالك.
معنا اتصال اخر من اختي انستاسيا شيكاغو. ايوه اهلا بيك يا حبيبتي. مساء الخير يا حبيبتي. اهلا بيك. نعمه ربنا يسوع معاكم ومعك ايضا حبيبي. اتفضلي. انا عايزه كنت القسيس قالك تصلي لي لو سمحتي، عشان انا عملت عمليه في الفقرات القطنيه والاعصاب كانت مزنوقه، فالدكتور اكل كتير قوي من السباين من العمود الفقري، ودلوقتي بقى متلخلخ لدرجه كل الدكاتره اللي رحت لهم بيقولوا لي يعني ما فيش اي علاج غير عمليه ومش مضمونه وهتبقي برضو تعبانه دلوقتي، اي حركه يعني انا اي حركه بالم شديد جدا. فانا كنت عايزه يصلي لي لو سمحتي. طب اختي انستاسيا انت متاكده الرب ملك على قلبك وحياتك؟ نشكر الرب ونشكر يسوع ونشكر نعمته. يا رب نباركك لاخت انستاسيا. نصلي يا رب لاجل شفاء الفقرات، ان كان الطب قد عجز وان كان الاطباء قد عجزوا، لكن نثق يا رب ان غير المستطاع عند الناس هو مستطاع عندك. اتينا بايمان يا رب وندعو بالايمان ان تخلق فقرات جديده للاخت انستاسيا، تبدد الامها وتضع المسافات الصحيحه بين كل فقره واخرى، ونثق انك الاله الكامل صنيعه. أمين. أمين أمين. شكرا لاتصالك حبيبتي بنت الرب من ميشيغان. أهلا وسهلا بيكي. أهلا بيكي حبيبتي. عفوا أنا طالبة صلاة لأجل صوتي. صوتك. يعني أنا أخدم يعني، فمن أصلي أو أحكي صلي تقريبا 3 شهور صوتي يروح قسيس. أيوة. وأنا فعلا ده أحسن لأجل هذا الشيء، لأنه داريت أخدم وأريد أكمل الخدمة اللي رب يعني وكلني عليها، بس بتصير عندي هاي المشكلة. ومن راح الطبيب قال لي يعني لا تحكي لنا هواية، والمشكلة أنه الخدمة تتطلب يعني إذا أنت تصلي أو مثلا تقول تسبيح، سواء يعني محتاجة صلاة. أمين. صلي يا رب لأجل بنت الرب انك تلمس يا رب الاحبال يا الصوتيه رب وتلمس الحنجره والصدر وتعيد ليها يا رب صوت قوي يمجد اسمك ويعظم شخصك، وهي تسبح وهي ترنم وهي تتكلم بالكلمه لتكون صحيحه في كل شيء في اسم يسوع. في اسم يسوع. في اسم يسوع حبيبتي. معنا اتصال من اختي بنت الرب كاليفورنيا. اهلا بيكي. الو. اهلا بيك يا حبيبتي. مساء الخير يا اختي ميرفت. مساء الخير يا حضرة أسي. مساء النور حبيبتي. تفضل. انا كنت كلمت حضرتك الصبح بخصوص الطفل نيسان اللي هو في المستشفى بلع بليتين صغيرين بيقولوا عليها رومان بيلي ممغناطه، ويعني كانت طبعا تعبان وبيرجع، ودخل المستشفى من يوم الاثنين الثلاث والاربع. نشكر الله ان في واحده من البريتين يعني بايد الرب نزلت امبارح. نشكر الرب. فاضل الثانيه، الثانيه موجوده في مكان تقريبا اللي هو بعد المعده على طول ما بين المعده وما بين الامعاء، ومش عايزه بيعملوا له اشعاعات كتير، والطفل عنده اقل من 3 سنين كمان. فموجوده ومش بتتحرك. ايوه. بنسلك للرب وصرخنا، ومش عارف ايش عايز اقول لحضرتك يعني. أمين. كلنا كعيله بنصرخ للرب، لكن لسه وانا لما كلمت حضرتك كنت واثقه وكان عندي ايمان. أمين. ان انا لما هكلم حضرتك الساعه 6 هكلمك عن مجد الله معاه. أمين. لكن أمين. للان لسه ما بنش حاجه. نكمل بالايمان. عاوزه صلاه من فضلك. طيب. ومع اختي ميربت ومع اختي سوزان ان الرب يتكرم بايده هو اللي هيقدر يعمل كده. أمين. عشان الدكاتره طبعا عايزين موضوع عمليات ومش عمليات، لكن انا اسمه ايه تاني بنت الرب؟ اسمه ايه الولد؟ نيثن. نيثن. امين. يا رب نشكرك لاجل الرومان بيلي اللي نزلت، ونثق يا رب انك كما نزلت الاولى الثانيه تنزل يا رب في اسم يسوع. نثق يا رب بقوه الهيه وقوه روحك القدوس اللي انتشلته من البليه الاولى تنزل الثانيه بدون عمليه وبقوه الدم وبقوه الصليب. ناتي على جسده الان ونامر هذه البليه ان تنزل من تحت المعده والامعاء، ويتمجد اسم يسوع فيه بدون عملية. أمين. أمين يا رب من فضلك. أمين في اسم يسوع. معنا اتصال من أختي دولة. أهلا بيكي. أهلا
اهلا اهلا اختي ميرفت، ازيك؟ اهلا بيكي حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. ازيك يا قسيس اليكس؟ اهلا اختي العزيزه دولت. ازيك يا ساميه؟ كيفكم؟ انتوا فين؟ عشان شافكم. احنا كنا امبارح على الهوا، انا كنت الصبح وبالليل ما سمعتش صوتك. انا امبارح ما كنتش هنا في البيت، كان عندي مع الدكتور، لكن النهارده لما شفتكم قلت لازم ادخل اسلم على الصحبه الجميله دي الرائعه، وعلى كم الصلوات يا سيس اليكس اللي الرب بيستجيب لها. ربنا يباركك، يباركك حقيقي. فرحينا كده باستجابات. الناس متشفشفه على الصلوات، متشفشفه على اللي يتكلم معاها، متشفشفه على حد بس يبل ريقها في الصلاه في اي حاجه. نشكر ربنا من اجلك يا قسيس. فرحينا بكام اختبار طيب؟ نعم؟ قولي لنا اختبار، اخر اختبار حصل معاكي. اخر اختبار الرب صالح. انت حضرتك انت عارف ابني خلاص اخذ الورق وكل مبروك. حاجه كان الجواب بتاع الاميجريشن ده متعلق، ونشكر ربنا الجواب ده وصلنا وكل حاجة، وابني قدم في وظيفة في شركة كيا. ونشكر ربنا انه هي صحيح شركة ما يعني ما بتديش مرتبات الا اذا باع عربيات ياخد كوميشن، لكن نشكر ربنا ان انا حسيت ان العقدة اتفكت. يعني مبروك. كانت عقدة في الاميجريشن والرب صالح وكل تمام. نشكر ربنا يا سيس أليك. نشكر الرب. الحمد لله. نشكر الرب حبيبتي على الاخبار المشجعه دي. بشكرك يا اختي مربت. انت فاكره انا الاسبوع اللي فات كنت طلبت صلاه لانه كان ما عندي شغل وكان قاعد من غير شغل وكده. نعم. لكن الرب صالح، الرب بيستجيب. نعم. انا بثق في استجابته لينا ولكل حد، وانت وحضرتك بتصلي لاي حد عيان، انا بصلي معاك لان انا عندي كم بتاع ناس طالبه صلاه للكانسر رهيبه، بصلي لهم ليل ونهار. انا عايزه بس تحط لي في صلاه خاصه يا استاذ اليكس واحده اسمها قولي دي في القدس عندها قضية، والقضية متشبكة، فعايزين الرب يتمجد ويديها استنارة ويقف معاها ويسندها، لأنه اللي واقف ضدها ده يعني خصم رهيب وتعبها. فياريت يا رب تصلي لها. نصلي يا رب لأجل أخت قولي، ونثق يا رب أنك تتمجد في هذه القضية بإنصاف إلهي، وتنتهر كل عدو يقف أمامها وتفتح أمامها الباب، لأنك أنت رب شارعنا، أنت قاضينا، تشرع وتقضي ليها بالعدل في اسم يسوع. أمين أمين أمين. شكرا لاتصالك أختي دولت، شكرا جدا لاتصالك حبيبتي. حضرة الأسيس محتاجين كمان طلبت صلاة من مصر، مامة شريف من شبرا، مامة شريف وسوزان محتاجين نصلي لها قوي، هي عيانة أو تعبانة جدا. وصلاة تاني من أجل أخت هي نايمة على السرير، يعني طريحة الفراش مش بتتحرك، إن الرب يدي قوة وينتهر كل ضعف وتقدر تقوم. أمين. تفضل. يا رب بنرفع صلاة لأجل مامة شريف وسوزان والأخت التي لا تتحرك. شفاء إلهي يا رب يأتي عليهم الآن. يا رب عيناك تجولان الأرض، تجول يا رب يمين قوتك ويمين برك، والمس الجميع يا سيد الرب. لأجل أيضا الطلبات اللي جت، حد بيطلب من أستراليا صلاة لأجل أخ في العراق مريض جدا، حالته النفسية سيئة جدا، لا يستطيع أن يمشي في اسم الرب يسوع، ويحاول الانتحار وعنده أفكار متعبة. نلاشي كل هذه الأفكار ونثق يا سيد الرب في أن تعطي خلاص وتعطي فرح لهذه النفس المعذبة في العراق في اسم يسوع. رب نصلي لأجل كل جميع الشعوب التي تشاهدنا، أن تأتي عليهم ببركة ونعمة وخلاص وشفاء. أمين أمين في اسم يسوع. أمين في اسم يسوع. نجد استجابة لكل طلبة رفعت، ولكل حد مش قادر يتواصل معنا. نعم. وعنده ظروف والنهاردة بيشترك معنا في يعني صلب إيمان. أمين. إن الرب أمين يديله سوء لقلبه في اسم يسوع. أنا عارفة أن ناس كتير يا حرام مش قادرة تتواصل. أيوه. ناس كتير يمكن ما تقدرش تتواصل. صح. لكن عايزة أكد لكل شخص أنه كل واحد فعلا جاي بإيمان. أمين. الرب بالإيمان هيكون بيديله فعلا سوء لقلبه أيا كانت الطلبة. إحنا شفنا الأخت شيرين لما شاركت، يعني بنتها فارقت الحياة 5 دقايق، الطب أكد كده والموجودين شافوا كده بشهادة الجميع، لكن الله مازال موجود يعمل. نعم يعمل. حضرة الأسيس احنا اتكلمنا عن معاني كتير للنعمة في العهد القديم
وفي العهد الجديد. نعم. واتكلمنا عن بعض سمات الناس المقيمين في النعمة. نعم. لكن محتاجين نقول أنه النعمة هي زي بحر سباحة عميق جدا. أي. احنا محتاجين أعماق كبيرة وجديدة مع الله. احنا النهاردة بنقول أن في واحد زي الأخ اللي موجود اللي حزن قوي لما الأخوه الضال رجع لمجرد أنه قلبه مشغول بنفسه مركز على روحه، هو فين من اهتمام الأب؟ نعم. النهاردة بنقول دي فئة، لكن فئة تانية هي عايشة ومستمتعة ومقيمة ومقدرة قيمة النعمة. أي. لكن محتاجين نقول لها لا، ده كمان في أعماق جديدة. أي. في النهاردة بحر سباحة لا يعبر. نعم. محتاجين ان احنا ناخد خطوات إيجابية ناحيته حتى نختبر النعمة الحقيقية. أيوه. اتفضل. في طبعا موجود انه الرب خطته لينا ان هو عاوز يغطي الارض بمجده كما أمين. تغطي المياه البحر. وان خطة الله مش بس بتقف عند رؤية نعمة الله، لكن ده عاوز يحل بمجده. مش بس بيدينا النعمة، لكن احنا بنشوف مجد الرب مثلا في خروج 16 لما بيقول لهم في الصباح ترون مجد الرب. ولما حل مجد الرب في بلادنا العربية على جبل سيناء بيقول غطى السحاب 6 أيام. الرب غطى الأرض بمجده، وفي اليوم السابع كان يدعو موسى من وسط السحاب. إذن للرب مشيئة أن احنا نعيش معاه في نعمة ومجد 7 أيام في الأسبوع، وبعد كده بيقول تمتلئ الأرض من معرفة مجد الرب. مش بس معرفة الرب العادية، في حبقوق 2 بيتكلم عن امتلاء الأرض من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. وفي تعبير المياه البحر ده أنا بفتكر لما حزقيال الرب خده وبعدين حب يوريله يعني إيه يتغطى بالروح القدس ويتغطى ببحر سباحة لا يعبر. فالأول دخل بالمياه للقدمين، وفي ناس كده المياه القدمين دي ناس واقفة على الشاطئ. حضرتك الواحد لما بيدخل البحر اللي واقف على الشاطئ ده المية بس بتوصل لغاية القدمين، لكن جسمه مش متغطي بالروح القدس. فالقدمين الواحد ما بيستمتعش بالغطاء الكامل، فقال له مش كفاية، فقاس كمان أزرع 200 زراع ودخل والمياه إلى الكعبين، وبعدين المياه إلى الحقوين، وبعدين دخل في بحر سباحة لا يعبر. فلما بنسيب نفسنا لبحر الروح القدس الله يغطينا بمجد. وبعد كده لما شاف هذا البحر بحر السباحة لا يعبر قال لك ايه بعد كده؟ كل ما يأتي الى مياه البحر او البحر طبعا اكبر من النهر، فبيقول لك لما دخل في نهر السباحة لا يعبر اتت مياه النهر الى مياه البحر فصارت المياه عذبة. فاحنا لما بندخل الى عمق الشركة مع الله نتقابل بنهر الروح القدس مع ملوحة هذه الحياة مع ملوحة البحر فتصير المياه عذبة. مع أن النهر أصغر من البحر لكن قادر على تحويل ملوحة البحر إلى مياه عذبة. وبعد كده شاف أنه لما دخل في نهر السباحة الذي لا يعبر وأن النهر جاء إلى البحر شاف أشجار على ضفتي النهر. الأشجار دي طلعت من ثمر الروح القدس اللي هو محبة وفرح وسلام وطول أناة وداعة تعفف وكل هذه الأشياء. وبعد كده قال لك إيه؟ كل ما يأتي إلى النهر يشفى. فعشان كده المسيح وقف في اليوم الأخير والعظيم من العيد قال الذي يؤمن تجري من بطنه أنهار مياه حي. نعم. ليه إحنا بنشوف شفاء في الحلقات؟ ليه بنشوف قيامة من الأموات؟ لأن القناة دي قدس أقداس للرب، الرب يجري من خلالها أنهار مياه حي. طيب حسقيال لما اتكلم عن النهر زي الترنيمة اللي بتقول حيثما صار النهر شافيا مطهرا، ويأتي هذا النهر يقول لك إيه على ضفافه أشجار، والورق اللي بيتساقط من هذه الأشجار هو لشفاء الأمم. فأنا عاوز أقول إن إحنا الله واخدنا في رحلة مجيدة جدا، في رحلة غمر بالروح القدس، في رحلة نهرية كلها مياه عذبة ما فيهاش مياه مالحة، في رحلة مثمرة جدا، وفي الثمر شفاء وفي الثمر قوة. وبيقول لك ورق الشجر دون وثمر الشجر ده لشفاء الأمم.
عشان كده بتشوف الأمم والعالم كله بيجتمع بياخد قوة بياخد شفاء بياخد تحرير وسنارة أعظم. أمين أمين في اسم يسوع. يعني وكأني يا دكتورة سامية بيقول إن لسه قدامنا مشوار كبير، لأن نعمة الله غير محدودة واسعة وتساع الكل. النهاردة إزاي تشجعي بعض الناس إنه في برضو لسه في سمات للناس دول علشان تبقى من ضمن الناس اللي بتتمتع ببحر السباحة بالعمق الجديد بالنعمة الغنية اللي موجودة عند أبونا السماوي، وإحنا ما زلنا متقوقعين بناخد الفتات، أو زي ما قال حضرة القسيس واقفين كده يا دوبك على الشاطئ راضيين بالفتات أو القشور أو القليل. النهاردة تقول لهم إيه؟ وأنا كنت بقرأ الحتة دي ربنا يعني شد انتباهي لنقطة مهمة، إنه الأول زي ما قال القسيس إنه كانت بس عند الرجلين وبعدين عند الكعبين وكده، إمتى وصل لنهر السباحة اللي لا يعبر؟ لما ابتدى يرفع رجله من الأرض. لازم أحيانا كتيرة إحنا بنكون عايزين ربنا وعايزين نمشي وراه، لكن برضو رجلنا عايزة تمسك في العالم، عايزة تمسك في أفكارنا إحنا، عايزة تمسك في آرائنا إحنا، عايزين يعني ده وعايزين ده، لكن في الوقت ده ما نقدرش نوصل لنهر السباحة اللي لا يعبر، لكن لازم نرفع رجلنا ونخلي الرب هو اللي يحملنا ويدخلنا في أعماق جديدة عمرنا ما اختبرناها. لكن طول ما إحنا عايزين نمسك في الأرض وعايزين نمسك في اللي إحنا عارفينه وعايزين نمسك في اللي إحنا بنفكر فيه، عمرنا ما هنقدر ننقل. لكن الرب عايز يدخلنا في أعماق جديدة. أحكي لك اختبار برضو على سمات دي، كان برضو عن والدي تاني. في ازاي ان بقيت الحته اللي احنا كنا بنقراها ان ازاي بركه الرب، ازاي انه يكون ان الرب يحفظ خزائنه وكده. فكان والدي مره كان قاعد وبعدين جاله واحد راجل قال له انا عايز اتعرف عليك، فقال له اهلا وسهلا اتفضل. قال له انت عارف انا مين؟ قال له الحقيقه ما اتشرفتش قبل كده، مين حضرتك؟ قال له أنا رئيس الحرامية اللي في المنطقة دي كلها. قال له أهلا وسهلا اتفضل. شيخ المنصر. أيوة أنا الكوماندر. أنا اللي بدير. قال له أنا عايز أعرف أنت إيه؟ قال له أنا هو زي ما أنت شايفني راجل عادي جدا. فقال له ده إحنا امبارح أربع رجالة، لا مش أربعة، 10 رجالة حاولوا يسرقوا مكنة المية بتاعتك. حاولوا بكل الطرق ويشيلوا مكنة المية عشان يسرقوها، مكنة المية ما تحركتش. وبعدين دي مكنة المية 2 يشيلوها بالكتير قوي، لكن جبت 10، جبت الأول 4 ما نفعش، جبت تاني جبت تالت لحد 10 رجالة وبرضو ما قدروش. فأنت إيه بالظبط؟ قال له بص أصل أنت جاي تسرق حاجة مش بتاعتي أنا، دي بتاعت ده. وبعدين شاور له على صورة المسيح، كان حاطط صورة المسيح في ورا يعني على الحيطة ورا. قال له الأرض دي والأملاك دي مش ملكي أنا، دي ملك ده الرب يسوع المسيح اللي هو إلهي وإلهك وهو اللي بيحافظ على حاجته. فالراجل اترعب وخاف وقال لهم هو طالع اوعى حد يقرب من الراجل ده. فدي ان الواحد زي ما قلتي نهر السباحة لا يعبر، انه يدخل في عمق انه حاجتي دي مش حاجتي، دي حاجتك انت يا رب. ارضي دي مش ارضي، دي ارضك انت. املاكي دي مش بتاعتي، دي بتاعتك انت يا رب. ويعيش الحياة دي بكل معانيها. رائع. اذا واحدة من سمات الناس المقيمين فعليا في النعمة انه فاهم جدا ايه سلطته على اللي عنده. انت وكيل فقط، انت مش صاحب الملك، صاحب كل الكيان، صاحب كل الممتلكات، صاحب كل الثروة هو الإله اللي أعطى الثروة. أنا فقط وكيل. ودي سمة جميلة، أتمنى أني أنا وغيري النهاردة نبص كده ونقول إحنا فعلا مقيمين في النعمة. خلينا نتعلم درس جديد، إحنا مش حاطين إيدينا على اللي لينا، إحنا لا نملك اللي لينا. اللي لينا عطية موهوبة لينا من الله، من اللي عنده كل الغنى.
فعلي أعرف أنا فقط وكيل عشان أكون بتمتع بالإقامة في النعمة. حضرة القسيس اسمح لي أخذ اتصال ونرجع نشوف كم طلبات الصلاة اللي جاي. أنا شايفة كم من الورق في إيدين حضرتك. أختي بنت الرب من ميشيغان، أهلا بيك يا حبيبتي. سلام الرب معك يا حبيبي. ومعك أيضا، اتفضلي. ربي يبارككم على هالبرنامج الحلو، ده نشبع منه وده نتغذى به. ويباركك حبيبتي، تفضلي. أطلب صلاة صديقتي ومثل بنتي إياها، داخلة بشغل جديد، الرب يباركها وينور طريقها والرب يلمس قلبها وتكون بنت الرب. وأطلب صلاة إني مسوية عملية، الرب يكمل معايا وأقوم بخير وسلامة، والرب يباركهم ويقويكم يا رب. أمين. ويباركك حبيبتي، تفضل. صلي لك بنت الرب، بركة سيد الرب عليها وشفاء وتطهير ونعمة فوق نعمة. الرب يقول لك لا تخافي، ثقي أنا هو الرب. هيديك اختبار جديد وهتشهدي وتتكلمي عن أمانته ونعمته. بالنسبة للصديقة أيضا يا رب والعملية في اسم يسوع، نأتي يا رب نغطي هذه الصديقة بدمك ونثق يا سيد الرب فإن يدك مرفوعة عليها للبركة والنعمة. كنت عاوز بس لو تسمحي لي أشارك بحاجة صغيرة. تفضل. عن النعمة، يعني اختباري مع والدها برضو. نفسي أسمع الاختبار ده، بس سامحوني في اتصال من مصر. طيب. في اتصال من مصر بس. أوكي. ما بنقدرش نستنى. ماشي. على الدولي. أوكي. أخي ألفي من مصر، أهلا وسهلا. أيوة أهلا بيك أخي ألفي، تفضل. أهلا بيك أختي. أيوة حضرتك على الهواء وحضرة القسيس سامعك، اتفضل أخي ألفي. ألو. أيوة إحنا سامعينك أخي ألفي. أيوة القسيس أنا معاك، اتفضل. أيوة كنت طالب تلبتين بس. ايوه ايوه يا اختي مرفت، ازاي؟ اهلا بيك اخي الفي، اتفضل. حضره القسيس سامعك، اتفضل. ماشي. ايوه القسيس. ايوه ابونا. ايوه اتفضل. ازيك ابونا، منور الشاشه. الله الله يبارك فيك، ربنا يباركك. شكرا. ابونا كنت طالب تلبت صلاه. ايوه. بالنسبه لحياه احنا شويه. ايوه. حالتي النفسيه برضو مش كويسه. عايز ادخل كده للعمق والايمان بتاعي يزيد شويه. اي عشان كده انا أي. طب صلي معايا. اتفضل اخي الفي، اتفضل. في طلبه ثانيه. اتفضل. طلبه ثانيه. عايز ادخل كده للعمق مع الرب شويه. أمين. عايز احيا، عايز احس بفرح وسلام مع الرب. امين امين. انا تعبان. صلي معايا حضرتك. في كمان بالنسبه في صفه مفت القاهره دي بتاع اهل مراتي، صاحبه البيت من الحظيره الثانيه، ابوها وابو مراتي ووالدتها توفوا، فهي رافعه قضيه عشان تخلعهم من الشقه، والشقه دي مرسى ل اختها اللي في كندا ولاخوها ولينا احنا هنا في بني سويف، بني سويف لمصر. فصلي القضيه بكره بس يا قسيس. امين. الاول نصلي لاجل حياتك. قول له ايها الرب يسوع المسيح، ايها الرب المسيح، اتقوى فيك، اتقوى فيك، اقبلك، اقبلك رب ومخلص، رب ومخلص لحياتي وسيد لحياتي، والسيد لحياتي، ولن أعود أنظر للوراء، ولن أعود أنظر للوراء. ثبتني في محبتك، ثبتني في محبتك وفي كلمتك، وفي كلمتك. وأؤمن يا سيد الرب، أؤمن يا سيد إنك تنصفنا في القضية، تنصفنا في وتحفظ الشقة، وتحفظ الشقة. أخ ألفي لو عاوز تعيش حياة ثبات في الرب لابد يكون لك علاقة وشركة يومية مع الرب، وتقرأ كلمة ربنا بانتظام، وتدخل لعرش نعمته كل يوم، وتقول له يا رب لا أطلقك إن لم تباركني. أمين أمين أمين. أخي ألفي أنت بتطلب أسمى طلبة. أنا كنت أتمنى كل الناس اللي بيسمعونا واللي بيتواصلوا معنا واللي عايزين يتواصلوا معنا واللي مش قادرين يتواصلوا معنا تكون ليهم الطلبة دي، إنك تثبت في علاقتك بربنا وانك تدخل لعمق جديد معاه. شكرا لانك بتطلب طلبه فعلا هي على قلب الرب لكل انسان. امين يكون ليك سؤال قلبك. معنا اتصال اخر من ابن الرب من كاليفورنيا، اهلا وسهلا.
مساء الخير عليكم. مساء النور، اهلا وسهلا بيك. وانا بحييكم على البرنامج الجميل دون. شكرا. ربي يباركك، اهلا بيك. انا الحقيقه ليا طبتين ساره من الاسيس اليكس. اتفضل. انا ليا حفيدتي عندها 9 سنين بتعاني من مرض السكر. وانا كنت طلبت من فتره من الاسيس اليكس يصلي لها، لكن ربنا لسه يعني ما اشتغلش. وبطلب، هي اسمها ديميانا. وبطلب كمان طلبت صلاة لطفل عنده حوالي 3 سنين ونص. الدكاترة شاكين ان هو عنده المرض الخبيث، وهم عملوا له عملية يعني في مخه وشفطوا السائل اللي في دماغه، ودلوقتي بيتعالج كيماوي على اساس يتأكدوا ان المرض ما انتشرش في جسمه. ويكون لكم الف شكر لو صليتوا اليوم. امين امين. احنا هنصلي له، بس انا عاوز اوضح حاجه. ان القسيس اليكس مش في ايده حاجه، انا مجرد بطلب من ربنا زي اي واحد تاني. فاحنا عينينا تبقى على المسيح. امين. وعينينا مرفوعه. نشكرك يا رب لاجل ابن الرب. انت قادر رب انك تبارك الحفيده وتلمس مرض السكر، وتعطي للطفل الثلاث سنين ونص يا رب شفاء من المرض الخبيث. نصلي يا رب لأجل كل الأطفال المصابين بأمراض وراثية، وكل الأطفال المصابين بأمراض يا رب بكتيرية أو أي نوع من الأمراض، ونثق أنه من أفواه الأطفال والرضع تخرج تسبيحا وترنيما لتسكيت عدوى منتقم. أمين 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 أمين. شكرا لاتصالك أخي العزيز. وبناخد آخر اتصال حبايبي، وسامحونا اللي على الخطوط أو المحتاجين يتواصلوا معنا، لأن وقت الحلقة قرب يخلص. بناخد أختي مي. أهلا بيك يا أختي مي، إحنا ناخد حضرتك وبنقول آخر اتصال. اتفضل يا حبيبتي. مرحبا الدكتور أليكس. أهلا بيك. اتفضلي. مرحبا. انا مرحبا الاخت ساميه، الله يبارك بيكم. وانا اريد طلب الصلاه من الاخ اليكس. في عندي عقده في الثايرويد وفي الشي في الرئه، اطلب منهم ان يصلي لي وان يختفون هذول الاشياء. وشكرا جزيلا. الثايرويد بتقولي؟ الغده اللي هنا؟ نعم. طيب يا رب باسم يسوع بنمد، حط ايدك على الغده كده اخت مي، قولي له نعم. اؤمن ايها الرب يسوع، اؤمن ايها الرب يسوع، ان تخرج قوه لشفائي، ان تخرج قوه لشفائي، لتطهير الثايرويد، من الثايرويد، من اي مرض او اي غدد تفرز افرازات زياده، من أي مرض أو غدد تفرز إفرازات زيادة، وتشفي صدري أيضا، وتشفي صدري أيضا. وأؤمن يا رب أنك تشفيني بالكامل الآن. الرب أنك تشفيني بالكامل الآن. آمين آمين. شكرا آمين. شكرا لاتصالك أختي مي، وسلامتك حبيبتي. ألف سلامة. حضرة الأسيس، في طلبة سريعة جات من الكويت أنه شخص محتاج يعني أنه الرب يوجد لي عمل. اسمه هاني. هل هنصلي له الطلبات دي ولا؟ من فضلك مع الطلبات دي، بس من فضلك حضرتك. طيب. اتفضل برضو يا رب. يعني من فضلك حضرتك ممكن تذكر برضو الطلبات دي بحيث نصلي مع بعض. يا رب بنباركك يا رب لاجل كل احبائنا اللي دخلوا على الخطوط واللي مش قادرين يدخلوا. نصلي يا رب لاجل اخونا هاني في الكويت، تفتح باب العمل بنت الرب، علشان كيب هيرينج فويسز وديبريشن، عندها احباط 36 سنه. يا رب هؤلاء الشباب والشابات يا سيد الذين يعانون من أمراض نفسية وبيسمعوا أصوات غريبة، تطهير يا رب للأذان وتطهير للنفوس. بنت الرب من العراق كانت مسلمة وهي قبلت الرب، و God to be with her وبروتكت هير، يحميك الرب. صلى رب لأجل كل العابرين ولأجل كل الذين عبروا إلى النور، أن تباركهم وتحفظهم يا سيد الرب في عمل النعمة الإلهية. أم جون عندها سرطان، وبنت الملك بروبلمز عندها مشاكل في العينين، وابنها عنده مشاكل. يا رب باسم يسوع نضع أيدينا على جميع السرطانات، على جميع أمراض العيون، على جميع أمراض الغدد، على جميع أنواع الأمراض، ونثق تخرج بركة لشفاء عبيدك. بنت يسوع علشان
ربنا يغير البنات، يغير قلوبهم ويديها جود اتيتيود، وعلشان سعاد هيلينج، فربنا يشفي العيون، وعشان اولاد الرب يخلصهم، وعندها حساسيه لاجل كمال، لاجل بنته دينا عندها مشاكل، ولاجل وفاء من العراق God to be with her، يبقى معاها and save all her problems. يا رب بنصلي لاجل حل solve her problems، يحل كل المشاكل في اسم الرب يسوع المسيح. ايضا شفاء لابائها الياس، علشان ربنا God to send the right husband، ربنا يبعت الازواج الصحيحين لبناته. نصلي يا رب لاجل كل الذين مقدمين على سن الجواز ان تباركهم. حنان عندها ام اس ومحتاجه شفاء، لاجل راندا علشان شفاء من ستروك، وابن الرب سان سام، ابنه سام not feeling well 17 سنه. ايها الرب يسوع نصلي لاجل الابناء والابناء بنات شفاء كامل، لاجل كمال علشان بنته عندها مشاكل دينا، وسهام علشان الهيلينج باور ربنا يديها شفاء من السرطان، وعلشان ليمون الاقامه سيتيزن شيب تيست، كل اللي مقدمين يا رب على امتحان جنسيه باركهم واعطيهم سؤال لقلوبهم. نوال علشان حل مشاكل، رشا علشان مشاكل في الشغل، منال علشان الكازن عنده كورت والفريند هاز ديبريشن. يا رب نصلي لاجل كل اللي عندهم قضايا ومحكمه انك تباركهم وتحسن اليهم وتحل مشاكلهم. امال هي درزيه وجاد تو بي وذ هير تو جايد هير، يساعدها ويقودها. وايضا نرجس هيلينج من السرطان، وفيفي ايضا علشان حاسه بالموت في اسم الرب يسوع. الرب يلاشي كل احاسيس ويلاشي كل ليلسي علشان شيز داينج. الرب يقيم كل شخص على وشك الموت، وكل شخص بيعاني من مرض مميت. نبيل علشان سرطان الكبد وعواطف علشان الشفاء. نثق رب انك سمعت واستجبت لكل الطلبات، اتيت بشفاء وتحرير وانصاف لكل عبيدك. امين 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 ثم امين. حضره القسيس الوقت دهمنا فاضل يمكن دقيقه ونص، حضرتك كان عندك فكره بتعلق بيها على الاخت ساميه، اتفضل. يعني هو الكتاب اللي كتبه المرحوم شفيق شلبي والد ساميه اسمه مذكرات مزارع مؤمن. هي قالت اختباراتها مع الوالد، بس انا عاوز اقول انا اختباري كمان ان انا لما جيت ارتبط وبقول له يا رب انا مش بس عاوز زوجه مؤمنه، انا عاوز عائله مؤمنه. وانا كنت في بدايه حياتي في السنه الاولى لسه متخرج من كليه الطب، وحضرتك عارفه الاوضاع في مصر صعبه على ايه، وانا قلت لها اعتمد على بابا ولا على ماما في ارتباطي، لكن هم صلوا وطلبوا الرب وقالوا ادوني الجواب، قالوا لي احنا مش عاوزين منك حاجه، لكن مجرد ما صلوا خدوا الموافقه من الرب، الرب فتح ابواب رزق غير عاديه، وفي سنه واحده كونا بيتنا واتجوزنا في مصر الجديده لانهم مؤمنين طلبوا الرب مش العالم لما جيت ارتبط بسامية. هللويا، شكرا جدا جدا للمشاركه الجميله اللي يمكن النهارده ناس كتير محتاجه تسمعها في اختيار شريك الحياه. على الايمان، نعم. مش على عندي ايه، نعم. او مستواي المادي. شكرا. ودي العلامة اللي كنت منتظرها من شكرا الرب. جدا، لأن يمكن ده تساؤل جوه ذهن حد النهاردة ولاقي إجابة. إزاي عينينا تشوف الثابت ونبص على الله الثابت، مش المتغير على المال ولا على بعض الميزات، ولكن إزاي الرب يدي روح تمييز. من كل قلبي دكتورة سامية بشكرك جدا، بشكرك فعلا من كل قلبي. حضرة القسيس أسريتوا الحلقة بمحبتكم، لكن تواضعكم وجمال مشاركتكم. شكرا. مرة تاني بشكركم وبطلب أن الرب يستخدمكم في كل مكان تكونوا موجودين فيه. شكرا. أحبائي شكرا جدا لحسن متابعتكم. صلاتي أن يبارككم الرب ويرعاكم ويغمركم بنعمته الغنية، وإلى لقاء قريب ومعا نحو عالم أفضل.